بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله جميعا. سماحة الشيخ صالح، بقي بعض الأسئلة في الدروس السابقة لبعض الإخوة. يقول هذا السائل: يسرح بعض الناس في صلاته ويترك الخشوع ويذهب هنا وهناك، هل تكون الصلاة مقبولة وما شرط الخشوع في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الخشوع هو روح الصلاة ولبها. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع للصلاة هو روحها ولبها وحاصلها، والخشوع هو السكون، هو السكون وإن قل، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى، يعطيه من يشاء، ولكن له أسباب. ولذلك نهي المسلم عن الأشياء التي تطرد الخشوع أو تشغل عنه. نهي أن يصلي وهو حاقن أو حاقب، ونهي أن يصلي بحضرة طعام وهو يشتهيه، ونهي أن يصلي بحضرة ما يشغله عن الصلاة حتى يتفرغ لها ويقبل عليها خاشعا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. الصلاة التي لا خشوع فيها هي تجزي من حيث الظاهر، لأنه أداها، ولكنها لا تجزي من حيث الباطن. نعم. أيضا يسأل أحد الأخوة، يقول: مجافاة العضدين هل هو خاص بالرجال فقط؟ نعم، المرأة لا شك أنها تختلف عن الرجل، فهي تضم نفسها في الركوع والسجود، بخلاف الرجل فإنه يجافي عضديه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه. فالرجل يختلف عن المرأة في هذا، لأن المرأة مطلوب من الستر، فهي تضم نفسها في الركوع والسجود وتحاول ألا يظهر منها شيء في صلاتها. نعم. هل يكفي التسليم عن اليمين فقط يا شيخ صالح؟ هذا هو الركن، لا بد من التسليم مرة، والسنة أن يسلم ثنتين، عن يمينه وعن شماله. نعم. بعض المساجد الكبيرة يقوم المأموم بالتبليغ عن الإمام مع وجود مكبرات الصوت. لا حاجة إلى هذا، ما دام وجد مكبر الصوت فهو الذي يبلغ، إنما التبليغ إذا كان المصلون لا يسمعون الإمام لكثرتهم ولم يكن هناك مكبر صوت، فإنه يبلغ. نعم. ما حكم الشيخ صالح سجود السهو؟ سجود السهو يختلف، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. سجود السهو لترك واجب من واجبات الصلاة سهوا هذا واجب، لأنه جبران. وأما سجود السهو من أجل الشك في الصلاة فهذا ترغيم للشيطان، يبني على غالب ظنه. المصلي إذا شك
يبني على غالب ظنه ويكمل صلاته ويسجد للسهو ترغيما للشيطان. نعم. بعض الأئمة شيخ يسجد للسهو بعد الصلاة اتباعا للسنة، لكن يحصل لخبطة عند بعض المصلين. سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام. نعم. شيخ الله يحفظك، ألا ترون أن يكون السجود قبل السلام مطلقا؟ لا، هكذا ورد أنه يكون قبل السلام وبعد السلام على التفصيل. نعم. وإذا تكرر السجود هل يكفي سجود واحد يا شيخ؟ تكرر السهو. السهو. إيه نعم، إذا تكرر السجود يكفي، إذا تكرر السهو في الصلاة فإنه نعم. يكفي سجود واحد عن الجميع. نعم. البعض شيخ صالح في السجود، في سجود السهو يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هل له أصل؟ ما ورد هذا، يقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك، هذا الذي يقال في سجود، في السجود سواء كان سجود سهو أو سجود تلاوة أو سجود الصلاة، الركن من أركان الصلاة. نعم. طيب الشيخ الله يحفظك، إذا سهى الإمام فنبه لو لم يعرف الخطأ، هل يجوز قراءة آية توضح خطأ هذا الإمام مثل واسجد واقترب أو وقوموا لله قانتين؟ لا بأس بذلك، إذا احتاجوا إلى ذلك يأتي بآية تنبه الإمام على نوع السهو الذي حصل منه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب آداب المشي إلى الصلاة: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. الواجبات في الصلاة ثمانية، لأن أعمال الصلاة تنقسم إلى أركان وإلى واجبات وإلى سنن. نعم. التكبيرات غير الأولى. جميع التكبيرات الانتقال كلها واجبة من واجبات الصلاة، وأما الأولى فهي تكبيرة الإحرام، هذه ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. نعم. والتسميع للإمام والمنفرد. والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد، وأما المأموم فإنه لا تسميع عليه، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم. والتحميد للكل. قول ربنا ولك الحمد للكل، يعني للإمام والمنفرد. نعم. وتسبيح ركوع وسجود. وكذلك للكل تسبيح الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، هذا واجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد. نعم. وقول رب اغفر لي. قول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا واجب من واجبات الصلاة. نعم. والتشهد الأول. التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. نعم. والجلوس له. والجلوس للتشهد الأول، فلو قاله وهو قائم لم يجزي. نعم. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. وما عدا الأركان والواجبات في الصلاة فإنه سنن أقوال وأفعال، سنن تقال باللسان وأفعال تفعل بالجوارح، وهو ما يزيد عن 40 سنة. نعم. فسنن الأقوال 17. نعم. الاستفتاح. سنن الأقوال 17 سنة، أولها الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك، أو نحوه مما ورد من الاستفتاحات، هذا سنة. نعم. والتعوذ. تعوذ بالله من الشيطان بعد الاستفتاح، هذا سنة من سنن الصلاة. والبسملة. والبسملة هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن، وليست من سورة معينة إلا النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية في سورة النمل. نعم. والتأمين. قول آمين، تأمين قول آمين بعد قراءة الفاتحة، هذا سنة من سنن الأقوال، ومعناه اللهم استجب.
وقراءة السورة في الأوليين، قراءة السورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، هذه القراءة سنة. وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد، وفي صلاة الفجر قراءة السورة بعد الفاتحة والجمعة، صلاة الجمعة وفي العيد. والتطوع كله، والجهر والإخفات، الجهر رفع الصوت والإخفات به. وقول ملء السماوات والأرض إلى آخره. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعدهما، أي الحمد يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما، لأن نعم الله عظيمة. وما زاد على المرة في تسبيح وركوع وسجود؟ ما زاد على المرة في التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، ما الواجب مرة، وما زاد عنه فهو سنة. وقول رب اغفر لي، قال رب اغفر لي بين السجدتين، هذا من واجبات الصلاة. والتعوذ في التشهد الأخير، تعوذ من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا سنة ينبغي أن لا يتركه لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله استعيذوا بالله من أربع وذكرها. والتعوذ في التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير هذا واجب من واجبات الصلاة، والبركة عليه وعلى أصحابه على آله وأصحابه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، سوف نستكمل ما تبقى من هذا الدرس في الدرس القادم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لكم أنتم أيها السادة على تواصلكم معنا في هذه الدروس المفيدة لسماحة الشيخ صالح الفوزان. شكرا لفريق العمل، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.